لا انا مش بتكلم على التايلاندي اللون ولون عين ولون عين تماما، ما بتاكلش سكريات يعني. يعني اللي انا قلته لك ما فيهوش سكريات خالص، انا قلت لك ممكن مكرونة بسيط، بطاطس مهروسة او بطاطس مقلية، تاكل كمان طبعا الفراخ واللحمة والسمك، ما باكلهاش سكريات. يعتقدش هي اصلا القطط سبحان الله لوحدها بتبقى عارفة اللي بينفعها واللي يضرها، سبحان الله. ماشي، انا معايا كمان نص دقيقة. لا هو سمسم بره دلوقتي، ممكن اروح اشوفه. هي كده سنت تقريبا معايا، انا حاطط لها صورة اول ما جبتها على حاطط لها صورة اول ما جبتها على القناة يعني، بس تقريبا مثلا بقالها معايا 8 اشهر او حاجة زي كده. لا لا مش 21 ولا حاجة، لا 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 يا علي، احدث من كده، في حدود مثلا 8 اشهر او حاجة، ده عمرها معايا وهي جاية عمر اسبوعين مثلا. ادي سمسم اهو، خلاص هما دلوقتي دي نامت وسمسم جه من بره. سمسم هو اللي بقاله معايا فترة، سمسم ممكن يكون داخل مثلا في شهر 8 22 مثلا، سمسم ممكن يكون بقاله معايا 2 وشوية، لكن بس انت اخرها 8 9 شهور. يوسف بنتي وابني بيخافوا عليها اكتر مني، ما تقلقش، ده هي ديت روحهم. القطط بيحبوها جدا جدا، فمش هياكلوها سكريات ما تقلقش يعني، انا هما بيخافوا عليها اكتر مني. الحمد لله انا معايا 3 دقايق كمان ان شاء الله واقفل اللايف، انا ما بحبش ازود عن 20 دقيقة عشان اللايف ممكن يصحيها الحاجة دي. اصحي يا استاذة بسنت، اصحي شوية. اي اي اي، هي بتعض ازاي من غير ما تشوف؟ بتهددني يعني، عايزة تنام ومش فايقة خالص. بص 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 يا علي، تقول لي حط ايدك على راسها، هي دلوقتي مخنوقة. يلا احنا وريهم جمال عيونك، طبيعي مش لانس لانس. لا انا فتحت لها الاكرة الحديد، لكن سمسم هو بيعرف يزق الباب، هو ذكي شوية، قط بلدي ذكي ما شاء الله عليه. انا بس مجرد ما افتح له الباب الحديد، رغم ان الباب الحديد تقيل، بيزق راسه وايده في نفس الوقت ويقدر يفتح الباب. القطط البلدي ما شاء الله عليها نصحة يعني، غير الشيرازي والقطط النظيفة. بعينيها بس انت مخنوقة مني. يلا بقينا كام؟ بقينا دقيقة ونص.